السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم على خير، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا 5 5 بخير وعلى خير. واحد القصه القهوه كيبان ليكم قدامكم. شكون عزيز على القهوه في حالي؟ مرحبا. اكيد لا فيديو ديالنا اليوم البنات ما شاء الله فيديو متنوع، فيه بزاف ديال الجديد. كنت غنصور لكم البارح فيديو ديال الجديد ديال لي ساك، واليوم ما شاء الله دخلنا كوليكسيون زوينه ديال لي ميول، وكاين حتى ديزاين جديد في لي باسكيت الزوم اللي كتسولوا عليهم بزاف. البارح ما ساليتش، ديجا ما شاء الله كان تفاعل زوين في لا فيديو الاخر، الناس عجبوهم لي زارتيكل ما شاء الله، لقينا عليهم يعني واحد الاستحسان. وكنت ديجا وعدتكم، قلت لكم الا لقينا اقبال على هاد لا كوليكسيون ان شاء الله غتشوفوا فيها بزاف ديال الابداع، وان شاء الله انتظروا في القريب ان شاء الله ندوز كوموند عاوتاني في دي ديزاين جداد في لا كوليكسيون 100% كوير، وليك ساعه اون فوا تكون ديسپونبل غنصور لكم فيديو فيها. كيف قلت لكم لا فيديو ديال اليوم غنجمع لكم الفيديو اللي كان يتصور البارح ديال لي ساك، والفيديو اللي كنت غنصور لكم اليوم ديال لي ميل، غيكون دو اون ان فيديو في بزاف ديال التنوع، وان شاء الله غادي يعجبكم حيت السلعه فيه زوينه البنات. نتوكلوا على الله ونبداو مع لي ساك ومع اول ديزاين. شوفوا لي البنات، ديجا عجبكم بزاف هاد الستيل، هاد الطبعه هادي ديال لا مارك دافيد جونز، واليوم جبتها لكم في ديزاين مختلف، يعني الناس اللي كيبغيو لي ساك كبار حتى نتوما جبنا لكم في هاد لي ديزاين جداد ديال دافيد جونز. وهاد ديزاين البنات راه متوفر في دو كولور، فيه هاد لا كولور نوار، وفيه ها نتوما بلاتي ندخل مزيان في الكاميرا باش يبان لكم الساك، ها نتوما نزيد من بعد. الساك كيف قلت لكم توفر في دو كولور، لا كولور نوار و لا كولور مارو، و لي ديتاي ما شاء الله على لي ديتاي. شوفوا لي هنا الديزاين في نيونا البنات، كتجي هنا عندنا سلسله في هاد لابارتي القداميه، لي ديتاي كيف كتشوفوا لي غارنيتور كلهم بلا كولور ارجونتي. هنا لو نون دو لا مارك كيجي هكا بهاد الديزاين كوب لازير بلا كولور نوار. وهنا الحله الكبيره ديال الساك، وعندنا هنا ان بوش صغير في الخلف، والساك راه فيه البوندوليير الطويله، هي بلاصتها البنات. ساك رائع في الهزه، في نيون في نيون كيحمق. ونوريكم دوزيام كولور، شوفوا معايا البنات دوزيام كولور لا كولور مارو، وكيف قلت لكم مع نفس الديتاي. ندوزو للثمن، ها نتوما الساك ديال نورمالمون 330 درهم، غيبقى لكم 280 درهم. تخيلوا معايا هاد القطعه الرائعه غير 280 درهم، وكنهضروا على شي حاجه هوت غام كاليتي توب من لا مارك دافيد جونز، غنيه عن التعريف. لي ساك ديالها كيصبروا، ولي ديزاين يعني نقدر نقول لكم ما غنبالغش الا قلت لكم احسن من الماركات العالميه. بالنسبه لي انا يعني لي ديزاين ديالهم كيعجبوني بزاف، يعني كينافسوا الماركات العالميه في لي موديل. كيف كنقول لكم دائما كل عام كنخدم معاهم كنقول شنو ممكن يعطيونا هذا العام في الابداع، وما شاء الله عام على عام كتلقاو. يا سلام، خليكم معايا باقي ما كملتش، باقي كاين عندنا بزاف ديال الديزاين، ودائما مع نفس لا مارك. ندوز معكم البنات لديزاين اخر، شوفوا لي هذا الموديل الرائع، هذا توسع كبير، راه فيه دو بوندوليير البنات، فيه هذا البوندوليير اللي كتجي عريضه شو، وفي بوندوليير اخرى انوريها لكم. شوفوا ديجا ها نتوما، شوفوا لي الساك فيه هنا دو بوش، عاد هاد البوش الكبيره، سمحوا لي نجيب لكم البوندوليير باش تاخذوا فكره. ها نتوما البنات كاينه هاد البوندوليير رقيقه كتجي طويله، وكيف قلت لكم كاينه هاد البوندوليير القصيره كتجي عريضه. وهاد الساك ما شاء الله راه فيه بزاف ديال الالوان، هاد اللون الاول هذا كيجيني انا بالمارو الكامل، وهنا كيف كتشوفوا هاد القبطات السده ديالو ولي بوندوليير كيجيو فونسي شو بلا كولور مارو. وبالنسبه للالوان شوفوا الساك جبدنا ليه مصارنو. معمرينو بالكواغط، خاصنا نعمرو ليكم بالفلوس، تخيلوا معايا نديرو ليكم مثلا شي مره هل داك سميتو الافكار بداو كيخدمو عندي في العقل ديالي، الافكار اش كيتسمى. الافكار الخياليه وصافي. تخيلوا معايا شي مره نديرو لكم شي ساك في المغازا ونخلي نديرو فيه الفلوس ونشوفوا شكون عندي اللي يجي في هذا الساك. واو
كلشي غادي يجي تجي تشري الصاك، ولكن غنقولوا لك تشري الصاك مسدود اللي في الزهرة غتلقى داكشي في الدار. شوفوا معايا البنات، بالنسبة للثمن هذا الصاك تساوي 330 درهم، غادي يبقى لكم حتى هو 280 درهم. وبالنسبة للألوان كاين فيه لوينات زوينين، هذا أول لون، ثاني لون البنات هو هاد لاكولور كاكي، شوفوا معايا. بالنسبة للكاكي كيف كتشوفوا حتى هو هاد البارتي كتجي فونسي على لاكولور ديال الصاك، هاد البارتي هادي و لي بوندوليير كيف قلنا. وندوزو لباقي الألوان، شوفوا معايا البنات، ونتوفر هاد ديزاين حتى في لاكولور نوار، ديزاين زوين بزاف كيجي انيق في اللبسه، و ستيل سبور كلاس، يعني تلبسيه سبور و كلاس. ديجا بويسك فيه دو بوندوليير، هاد بوندوليير العريضه كتجيني انا سبور، ما عرفتش واش شان نتوما ولا الكونطخير. الاراء تختلف والادوار تختلف، وحنا كمتجر كنحاولوا نديروا التنوع باش جميع الزبونات ديالنا ان شاء الله يلقاو داكشي اللي بغاو. وندوز معكم لاخر لون في هاد الديزاين اللي هو لا كولور بيترولي، هاد لا كولور اللي كتجي بالبلو والفير. وكيف قلت لكم الثمن 280 درهم، وخليكم ما تمشيو فين. لا فيديو ديالنا اليوم ما شاء الله ديزاينات الابداع. ندوز معكم البنات لديزاين اخر، شوفوا ليا هاد الديزاين الرائع، موديل زوين بزاف، عرفتوا الجلد ديالو رطيطم، كيجي هاد لاباشي هكا تريسي، راكم عارفين يعني هاد لي ستيل دارجين على الموضه بهاد السنيطه هكا اللي كتجي هكا اون كوير رطيطب، يعني ماشي سنطه واقفه. ومن غير هاد البوندوليير راه كنظن كو الساك فيه اون اوتر بوندوليير، بلاتي خليكم معايا باش نتاكد ما نعطيكمش شي انفورماسيون غلطه. شوفوا لي البنات، ها انتم ها هي البوندوليير الطويله، والساك ما شاء الله انتم بوش كبير، بوش كبير ديال بصح. والديزاين كتجي لا فورم ديالو هكا مستطيله، بحال بحال الفصل الخلف بحال الفصل القدامي. شو الاختلاف اللي كاين هو لاسين لا مارك في هاد البارتي هادي القدام الساك. والالوان نكمل معكم البنات، وندوز لثاني لون في الديزاين اللي هو لا كولور بيج، وكاين لا كولور هنا كاتبين فيه لا كولور شوكولا لا لا بحال لون الشكلاط لي زيز على الشكلاط غيجي بحال لون الشكلاط. ها انتم البنات لا كولور شوكولا مارون شوكولا، وكاين لا كولور روز بال. هاد الديزاين انا عارفه غادي يعجبكم بزاف، شوفوا معايا لا كولور روز بال، وفيه لا كولور فير بوتي. ها انتم لا كولور فير بوتي. ندوز معكم البنات للثمن، وغنتهلا فيكم كونوا هانيين، كنحاول نعطيكم اسمنه جد مناسبه. نورمالمون هاد الساك داير 300 درهم 300 درهم، غادي يبقى لكم 250 درهم. تخيلوا معايا هاد القطعه الرائعه غير 250 درهم، بري ان او با راتي، بري ان او با راتي، و ديزاين ان او با راتي، الفن الفن البنات ديال الساك خليكم معايا باقا حلقتنا طويله وممتعه. ندوز معكم البنات لديزاين اخر، ودائما مع الديزاين الرائعه من هاد لامارك الغنيه عن التعريف. شوفوا لي عاوتاني هاد الساك، دابا غندوزو لي بوشيت. سالينا لي ساك لي لا فورم ديالهم كبيره، دابا غندوزو لي بوتي ساك افيك بوندولير. اول ديزاين في لي بوشيت هما هو هذا، هاد الديزاين اللي كيجي فيه هاد لابارتي اون كروكو، وهنا سيميلي كوير مات. بالنسبه للسلسله الحله ديالو هكا، شو ساك زويون لا فورم ديالو، يعني بوشيت فورما كبيره ماشي فورما صغيره، مي راه بوشيت كنعاود ناكد. وهنا في السنيسله. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هكا يشوفوا لي ساك هكا ملبوسين، غادي تلقاو هكا كنديروا دي فيديو لا في انستغرام لا في تيك توك لي زارتيكل ملبوسه. علاش ما كنحطهمش لكم البنات هنا؟ حيت كيكونوا بالموسيقى، نتوما عارفين هنا ممنوع الموسيقى، وما يمكنش نحطهم لكم بلا موسيقى، ما يعجبوكمش غيجيوكم مملين. ما عرفتش سبحان الله، انا براسي كتوقع لي، يعني كنمين كنحيد الصوت ونبغي نشوف شي حاجه شي فيديو كان بالموسيقى بلا موسيقى ما كيعجبنيش نشوفه. وهكا يعني باش نحط لكم فيديو نصايبو سبيسيال يوتيوب ملبوس، يعني كيشدني انا والبنت اللي معايا ما كنلقاوش الوقت صراحه الله، ما ان شاء الله مستقبلا غادي نحاول نبدا نديرهم ليكم، نحاول نخطف هكا شي وقيته ونبدا نحطهم ليكم حتى هنا في يوتيوب.
وسمحوا لنا، مي ممكن انكم تشوفوهم البوسين كيف قلت لكم في تيك توك وفي انستغرام. يعني دابا ما شاء الله ما بقاش اللي ما عندهاش هاد المواقع التواصل الاجتماعي، يعني ضروري غيكون عندك واحد منهم. وندوز معكم الباقي الالوان. هاد لا كولور بيترولي البنات ما شاء الله راه دارجه بقوه في جميع لي ديزاين. شوفوا لي عاود ثاني هاد الموديل الرائع كيفاش كيجي في هاد لا كولور، يا سلام. وفيه لا كولور بوردو، اللون البوردو. هاد لي ديزاين اللي وريتكم كاملين ما وريتكمش فيهم لا كولور بوردو، كنقول شي حاجه ناقصه. ها لا كولور بوردو، عشاق هاد اللون الرائع. هاد اللون راه من الالوان اللي كتبقى دارجه على الموضه دائما، يعني ما عمر شي سيزون قلنا راه البوردو ما لعبش هاد لا سيزون. شوفوا معايا لا كولور مارون، باش نحيد لكم هاد الغبره. لا كولور مارون خطير في الديزاين. شوفوا معايا بويسك ساك ديجا فيه بزاف ديال لي ديزاين، في هاد لا بارتي كتجي بحال تريكوتي شو، وهاد لا بارتي اون كروكو، وهاد لا بارتي كوير مات مارون شويه كلير شوكولا، وهنا عندنا مارون نيغري شو. جا الساك في واحد الميلونج رائع، وراه باينه البنات حتى في باقي الالوان. دابا عاد ركزت فيهم، مي في المارون صراحه جا باين بزاف. حتى شفت هاد الديزاين في المارون عاد ركز كو تا باقي لي ديزاين فيهم هاد التفاصيل بحال هكا. وبالنسبه للناس اللي تا هما يلا غيكتشفوا معايا هاد اللعيبه هاد اللعيبه، ديروا عاوتاني واحد الرجوع الى الخلف باش تكتشفوها حتى في الالوان الاخرى. المهم البنات ندوزو للثمن، كلشي على الثمن، ولكن كلشي على الكاليتي هي الاولى عاد كلشي على الثمن. شوفوا معايا الساك نورمالمون 240 درهم، غادي يبقى لكم 200 درهم. ودائما كنهضروا على هاد لا مارك الغنيه عن التعريف، هادو كيدخلوا امبورتي ديال برا هانتوما دافيد جونز باري، كاليتي توب وديزاينات كيف قلت لكم يا سلام. ندوز معكم ديزاين اخر. كيجيو عندي بزاف ديال البنات كيسولوا على لي بوشيت اللي عندهم بوندوليير سلسلة. صراحه الله هاد لي ديزاين كيكونوا قلالين، مي حاولت يعني نقلب لكم على شي ديزاين بحال هكا. واليوم ها هو هاد الموديل حاضر معنا، البوندوليير ديالو سنسلة. انتوما كتسمعوا التخرشيش دابا، عاود ما نقلب على مقص باش نحل هاد السكوتش، باغا نحلها بلا مقصحه قصو حيت الله ما دير. شوفوا شوفوا لي البنات، شوفوا ركزوا لي على الساك ونساو نساو نساو داكشي الاخر. شوفوا معايا هاد الساك البنات في نيون، فيه كيف قلت لكم البوندوليير سنسلة، كتجي كامل بالسنسلة. هاد لابارتي اللي كتجي على الكسف هي اللي بسيميلي كوير صغيورة. هانتوما الحلة ديال الساك هكا، هادي كتهبطوها بلاتي نشوف، لا هكا شو كتدفعوها لهاد لابارتي كيتحل الساك. وهنا فيه بوش كبير بالسنسلة، ومازال هانتوما راه فيه بحال قلتو دي بوش كيف كنقولكم جوج بيوت وصالون. ساك رائع فلا كولور فير، لا فير بوتوي، هاد اللون دارج بزاف هاد لا سيزون. واصلا هاد الالوان اللي كنوريكم راه كيكونوا يعني ديال لا سيزون ديال ليفير ديال فصل الشتاء. ندوز معكم الباقي الالوان، كنحاول البنات نعطيكم لي موديل بلي ديتاي، وفي نفس الوقت يكون الفيديو فيت في زربان، حيت ما شاء الله كاين بزاف ديال لي موديل وبغيتكم تشوفوا الفيديو كامل من الاول حتى الاخر، داكشي علاش كنحاول نزرب ليكم شويه في لا فيديو. شوفوا معايا لا كولور بلو، بلو مارين، ولا كولور كراميل. شتي قبيله ملي كنتو كتسمعو في التخرشيش كنت كنحاول نحلها، نحل هاد البارتي هادي بلا مقص. لا كولور كراميل، وكاين لا كولور بوردو فونسي، و لا كولور نوار. لا كولور نوار خليكم معايا اكيد نشوف الثمن ديال الساك. هانتوما بعدا نوريكم لا كولور نوار هو هذا، ودابا ندوز معكم للثمن. بالنسبه للثمن نورمالمون البنات هاد الساك رائع، الثمن ديالو 300 درهم، غادي يبقى لكم غير 250 درهم. شوف ساك زوين، هاد سيميلي كوير نادي البنات، يعني بحال تقولوا كوير ماشي سيميلي كوير، وكيصبروا يعني هادو راه يبقى عندك عامين 3 سنين وكثر، غير هي من تحطي الساك في بلاصه
ضروري ما تكونش فيها الميديتي. كنعاود نركز لكم على هذه النقطه، حيت ما شاء الله يعني بزاف الناس كياخذوا عندنا السلعه، لا لي بوت لا لي ساك، السلعه ديال برا كامله يعني كتكون مخدومه بواحد السيميلي كوير هوت غام، كاليتي ديالو زوينه ما كيتقشرش. ولكن بحال دابا نعطيكم اكزومبل، مثلا بقى عندك لي بوت من هاد الشا وبغيتي تخليه العام الجاي، ما تحطيش البوت بياسه رجل على رجل، ديما ديري بيناتهم جورنال كاغيط شي حاجه، ما يتحطش بياسه على بياسه. الا حطيتي بياسه على بياسه تقدر تلصق لدرجه انك مين بغيتي تحليهم على بعضياتهم، السلام ورحمه الله لاباس عليك، مين بغيتي تحليهم على بعضياتهم يتهز لك الجلد ديالو. سي بون البنات، ركزوا في هذه النقطه ديال طريقه المحافظه على لي زارتيكل، وندوزوا لموديلات اخرين. البنات بالنسبه لهذا الديزاين متوفر في بزاف ديال الالوان رائعه. اول لون لا كولور روج، الروج وما ادراك ما الروج، والساكره فيه هاد السنسله هادي القداميه كتجي في لا كولور ارجونتي هانتوما، وفيه سنسله اخرى هنايا، فيه دوبل بوش كل بوش بالسنسله ديالو، وكاين هنا عندنا بوش صغير في الخلف البوندوليير طويله اكيد، هادي كتجي رقيقه. والالوان من غير لا كولور روج عندنا لا كولور نوار، وكاين لا كولور روز، وكاين لا كولور موتارد جون موتارد، كاين لا كولور فير بوتي، وكاين لا كولور كاكي. دوز معكم البنات لديزاين اخر، شوفوا معايا هادي البتي با ديال لي ساك ديالنا ديال اليوم، شوفوا لي هاد الساك صغيور صغيور ومطور. هادي بوشيت صغيورة فنيونة البنات، هانتوما راه فيه لي بوش، ها البوش الاول ها الثاني ها الثالث، يعني راه ما تهزي فيه، غير هو لا فورم ديالو هانتوما نعبرو لكم بالشبر، يعني فيه شبر. اللون رائع كيجي ميلونج بين المارون المارون فونسي والمارون كلير، هذا تا هو البوندوليير ديالو كتجي سنيسله شو، وفيه من غير هاد لا كولور فيه لا كولور نوار، لا كولور نوار هانتوما لا كولور نوار. تقدر الساك تقدر تهزي هكا تجمعي على جوج وتقدري تلقاي كامل البوندوليير الطويله، شو كيبقى لكم لو شوا تهزوا الساك كيف ما بغيتو، عاطينكم دو مانيير افو دو شوازير، شوفوا معايا. وبالنسبه للثمن هذا نورمالمون 240 درهم، غيبقى لكم 200 درهم هاد البتي بان شوكولا 200 درهم. وكيف قلت لكم هاد الديزاين بهاد لاسين ما شاء الله راه دارج بزاف هاد لا سيزون، يعني ما شاء الله جبناه في بزاف ديال لي فورم، نفس الديزاين هانتوما كاين في هاد لا فورم هادي شو، كيجي فيها هكا دو بوش بالسنسله وبوش لداخل بالطرطاقه شو، وكاين عاوتاني في هاد لا فورم هادي اللي كتجي سبور شو، وكاين فورم اخرى شوفوا معايا هذا راه كيتهز هكا شو، في هاد القطه هكا يعني كتجي في دو بارتي بسميلي كوير، يعني الهزه ديالو كتجي هكا مجموعه، وكاين فيه هاد لا فورم هادي كيف قلت لكم فيه بزاف ديال لي فورم في نفس الديزاين. وندوز معكم على قلت لا اكبر لي ديزاين ديال لي ميل كما البنات، لي ديزاين ديال لي ميل شي حاجه طوب، ديزاينات جداد غتشوفوهم معنا لاول مره، وغنبدا لكم بهاد لا كولور ديال هاد لا سيزون. والثمانيه البنات غيبقاو لكم غير 130 درهم 130 درهم، التشكيله زوينه كاليتي طوب، لي سوميل روعه فينيسيون زوينه، ولي بوانتور كيف كتشوفوا من 37 ل40، والالوان والديزاين يا سلام شوفوا معايا لا كولور موف، وكاين الديزاين هذا شوفوا، وكاين عاوتاني تقريبا نفس الديزاين بدي زوطخ كولور، هنا كيف شفتو البيض بالنوار، وهنا عندنا نوار بالمارو نوار بالمارو. وندوز معكم البنات شوفوا الكري كلير والكري فونسي الكري سوري.
الجري سوري، هانتو هما الجري كلير والجري سوري. كنضحك بزاف على هذا المصطلح حيت كيقولوا لي بزاف عندنا هنا في المغازان وبالدارجه. ولي بوانتور دائما من 37 40 والثمن غير 130 درهم البنات. قلت لكم دائما ان شاء الله غتلقاو دي ديزاين ديفيرون، ديزاينات توب من ماغازان كونفور اند اليغونس. ما كاين غير الجديد وغير البيتي با والموديلات الروعه. كيعجبني يجيب لكم شي حاجه بحال هكا، دي ديزاين ديفيرون، دي ديزاين بيزار على اللي متعودين تاخذوا. ومازال ما ساليتش، باقي عندي واحد ديزاين اخر في الميل، لا باقي جوج ديال لي ديزاين اخرين في الميل غادي يعجبوكم. 41 فيهم حتى 41 كاملين؟ فيهم 8 41. اه حتى هذاك اللي دوزت الاول. البنات الديزاين الاول اللي وريتكم راه فيه حتى 41. انا عند راسي غير 37 غير 40، من 37 40 ما راه فيه حتى 41. وشوفوا معايا ندوز معكم ديزاين اخر اللي هو هذا. هذا كيجي فيه هذا ديزاين الفوريغ من الجناب. هذا حتى هو الثمن ديالو 130 درهم. وكنذكر هاد لومي اللي كنوريكم البنات راه صناعه محليه، هادو صناعه محليه ماد ان مروكو، لي ساك ماد ان فرانس، ولي بالغين ولي ميل معدرني ماد ان مروكو. ياسمين يا ياسمين، الشفافيه والمصداقيه. شوفوا معايا لي كولور، هنا وريتكم البيض بالكري، هذا سيربون كيجي داخل فيه الكري بنوار، وهنا سيربون كيجي داخل فيه البيج، وهذا سيربون كيجي داخل فيه البلو. ودائما هاد الديزاين هذا حاضر معنا وبقوه. شوفوا 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 ليا ديزاين الرقي والجمال، وما شاء الله على الديزاين ديالنا، الديزاين ديال الصناعه المحليه شي حاجه طوب. وثمن زوين 130 درهم البنات. لي سوميل ها نتوما مخدومين، حتى لا فينيسيون ديال لارتيكل كامله ها نتوما، يعني ما كتلقاوش شي حاجه ماشي هي هذيك. حتى مين كنبغي نجيب لكم شي حاجه هكا صناعه محليه كنقلب لكم على احسن ما كاين في لا فينيسيون وفي لي ديتاي وفي لي ديزاين. و ابيتي بري 130 درهم. ومن غير هاد ديزاين بالسيربون عندنا نفس الموديل كيجي هكا سامبل، شوفوا معايا كيجي سامبل وفي لوينات زوينين. هاد الموديل ديجا راه كنت جبت لكم تقريبا ماشي لو ميم في السلعه ديال اسبانيا. هذاك الديزاين اللي فيه هنا الويت هو ما شاء الله لقينا عليه اقبال كبير. هذاك الموديل ما بقاش لا هنا لا برا، يعني ما بقاش لا عندنا في المحل حتى ملي بغيت نعاود ندوز فيه كوموند ما شاء الله ما بقاش، لقيتو غير بسيغ اون ستوك. شوفوا معايا يعني هذا قريب ليه كيف قلت لكم شويه غير بالنسبه لهاد الديزاين هكا، ما حتى هو يعني ما نقولوش قريب ليه، نقولو حتى هو عنده حقه ما شاء الله، يعني لا في الديزاين لا في لا فينيسيون، يعني كل موديل بوحدو ما نبقاوش نقارنو. كل موديل ما شاء الله زوين، وكل موديل بلا فينيسيون ديالو، كل موديل بالديزاين ديالو. وهذا متوفر في 4 الالوان بالنسبه للسامبل، كاين البيج وكاين الكراميل وكاين المارون، يعني حاولت نجيب لكم الالوان اللي نتوما كتطلبوا. وكاين لا كولور نوار، لا كولور نوار. وندوز معكم الاخر ديزاين في ليمير، وديك الساعه ندوزو للديزاين الرائع ديال الباسكت اللي غادي يعجبكم غيعجبكم غيعجبكم غيعجبكم. ندوز معكم البنات لديزاين اخر ديال ليمير، شوفوا معايا هاد الديزاين الرائع، حتى هو متوفر في 4 ديال الالوان، والثمن هذا 140 درهم البنات. وهذا حتى هو راه صناعه محليه ولكن كاليتي زوينه ما شاء الله. الناس اللي خداو الديزاين الاول ديالو هذاك اللي كيجي بحال هكا بحال ويت، فيه غير جوج ديال هاد السيل دشين، فيه غير جوج ما عرفتش كتسمى هادي وحيده. هذا فيه ثلاثه. بالنسبه لي بوانتور من 7 لا من 36 من 36 ل 40. بالنسبه للالوان كاين 4 ديال الالوان، كاين لا كولور نوار، كاين لا كولور مارون نيغري، كاين لا كولور بلو فونسي بلو نوي، وكاين الكراميل. 4 ديال الالوان، لوينات باسبارتو، لوينات دارجه على الموضه سبيسيال لهذا الفصل، فصل الشتاء فصل الخريف. وندوز معكم لاخر ديزاين في الحلقه ديالنا ديال اليوم اللي كنتمنى تكون عجبتكم ولقيتو فيها داكشي اللي بغيتو. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يجيو عندنا للمحل، حنا راه كنتواجدو في جوهره سيدي مومن اون فاس مع جامع الجوهره الدار البيضاء الكبرى. النعت سهل بزاف البنات، يعني كنفضل اللي بغات تجي المحل تجي على الطلعه ديال لوطوغوت ديال اتاكادا ودعين السبع،
ما تجيش على الطلعه ديال سيدي مومن، حيت بعيده علينا حنا. راه واخا كنقولوا جوهره سيدي مومن، جوهره راه قريبه لعين السبع، يعني طلعه د لوطوغوت. انت دابا يلاه غتخرج من لوطوغوت، راه كتبان لك جوهره على يدك اليمن، هذيك راه هي اقامه جوهره. اين فوا تخرجي من لوطوغوت راكي انت في اقامه جوهره. اين فوا الدوري على اليمن راكي دخلتي لجوهره. كتزيدي شويه في الشارع ما توصليش حتى لرون بوان امادام، ما توصليش حتى لرون بوان. هانتي كتلقاي لا بانك اوف افريكا دائما على يدك اليمن، شوكيه دخلي مع ديك الزنقه نيشان كتلقاي مسجد جوهره، حنا راه اون فاس معاه. نعت ساهل، ميم با 3 دقائق على لوطوغوت، يعني سوا بالطونوبيل سوا على رجليك راه قريب بزاف من لوطوغوت. كنعاود ناكد، واللي ما عرفتش راه دايرين لوكاليزاسيون في جوجل ماب، ولا تسول غير على قصريه جوهره، مسجد جوهره ماشي مسجد الرحامله. وابار هادشي كامل راه حنا كنديرو التوصيل، يعني اللي بغات ما عندهاش الوقت باش تجي، سواء كانت كازا سواء هو كازا، راه حنا كنديرو التوصيل لجميع المدن المغربيه. والتوصيل راه بايون البنات، التوصيل بايون. ديجا ملي كتبغيو دوزو معايا لي كوموند راه كنعطيكم لي فخي ديال التوصيل. كاين مثلا كازا 20 درهم، المحمديه ما عرفتش بالضبط واش 30 واش 35 درهم، حنا حيت دابا كنبدلوا لي سوسيتي دو ترونسبور كيتبدل لي بري. علاش ما كنبغيش نعطيكم الاثمنه اكزاكت؟ حيت كل منطقه كيكون عندها فري سبيسيال. كاين المودول اللي 40 درهم، كاين المودول اللي كنضطر نصيفطو مع امانه كتخلص 50 درهم. يعني هذا هو السبب علاش ما كنعطيكمش لي فري. حتى كتبغي شي وحده دوز لا كوموند عاد كنطابي المدينه في السيستم وكنعطيها الفري اكزاكت. سي بون البنات. وعلاش كنبدلوا لي سوسيتي دو ترونسبور؟ على قبل الجوده، يعني دائما كنقلبوا على سوسيتي دو ترونسبور اللي عندها الجوده، يعني في التوصيل في التعامل مع الزبونات ديالنا. وغير هي واحد الحاجه عاوتاني، كيكون الزبون او الزبونه، يعني كنهضر عليكم، كيكون عاوتاني كيطلبوا شي حوايج اللي هما اكزيجون. مثلا التوقيت ديال ليفريزون، يعني راه هما سوسيتي، يعني ما يمكنش ليفريوك في واحد التوقيت اللي هو خارج اطار العمل مثلا. وعاود ثانية البنات، مثلا كازا تخيلوا معايا، ما شاء الله كازا قداش، ها نتوما كازا ما شاء الله راه ما تحدش. مثلا ليفغور راه ماشي غيجي انت على قبلك مع واحد الوقت اللي انت بغيتي انت اكزاكت، راه ما يمكنش. راه الله يحسن العون، راه ماشي غير كوموند وحده اللي كاينه، حنا عاد لي كوموند ديالنا حنا، وشوفوا شحال كيتعاملوا مع من اخر. يعني السيد اللي كيدير ليفغيزون راه كيبقى غادي على حساب التراجي، ها هو خرج من جوهره، ها هو غادي عين السبع، ها هو غادي بلفيدر، ها هو غادي سونتر فيل، وكيبقى غادي حتى كيحد كازا مثلا. هما راه كيكون عندهم بزاف ديال لي ليفرو، ما كل واحد كيكون عنده هكذا سيكتور. يعني ما يمكنش مثلا غادي صوني كيقول لك اختي انا ميم با، هما راه كيعيطوا قبل ما يوصلوا عندك وكيعطيك الوقت مثلا مع شي يكون. مي مثلا يقول لك انا مثلا جاي عندك من هنا لكذا ويوصل عندك تقول له لا رجع عندي مع الوقيته الفلان فلان، يا ما يمكنش غادي يضرب تراجي على كولي وحده. يعني حاولوا تفهموا معنا هاد الامور، وانسان يصبر شويه، نتوما صبروا من جهتكم وهما يصبروا من جهتهم وحنا نصبروا من جهتنا. والاساس في الاخر انكم تاخذوا يعني البضاعه ديالكم في واحد الظروف زوينه اللي هي ظروف اخويه بكل حب. سي بون البنات، يعني كنحاول في شاك فيديو نوصل لكم واحد النقطه هكا اللي كتكون مثلا فيها شي جدل ولا وقع فيها شي جدل، نحلوا جميع يعني المشاكل باش هكا ما تبقى حتى شي حاجه خافيه عليكم. وندوز معكم الموديل ديال الباسكت، شوفوا معايا موديل زوين بزاف ومتوفر في الوينات. واو شوفوا ليا هذا الموديل ديال الباسكت اللي بزاف كيسولوا عليه. لي سيميل ما نعاودش ليكم، الخفه ريشه ريشه ريشه، لا فينيسيون واو شي حاجه طوب. لا مارك غنيه عن التعريف، واخا هادي لا ميتاسيون ماشي دوريجين طبعا، ولكن راه شي حاجه مخدومه. ما نعاودش ليكم، راه كاين الخدمه وكاين الاتقان وكاين الجوده. هادو البنات الثمن 200 درهم، كنتاكد واش دوبل سوميل. ها انتم راه دوبل سوميل، كيف كتشوفوا الباسكت مخيطه من الداخل، والالوان فيها لا كولور روز وفيها لا كولور نوار. ها انتم وفيها فيها هذا حتى هو نوار، غير شوفوا معايا الاختلاف فين كاين. هنا النوار كيجي بالبلو، هاد لاسين كتجي بالبلو، وهاد ديزاين اللي فيه لو نون ديال هاد لا غام من هاد لا مارك بلو روز، وهنا كيجي بالفير، هنا الغوز والنوار، هنا الفير والبلو، ولاسين هنا كتجي اون نوار، هذيك البارسي الدوره كتجينا بالبيض وهنا الدوره بالبلو. سي بون، هادو هما التفاصيل اللي كاينين. لي بوانتيغ من 46 ياك حليمه،
نوع من 46 ياك في باسكت من 46 والثمن البنات 200 درهم وغتكون هذه اخر ارتيكل غتشوفوا معايا في الفيديو ديالنا ديال اليوم ولكن ان شاء الله ماشي اخر ارتيكل مع كونفور اليغونس اكيد باقي جاي الخير ان شاء الله بكم ان شاء الله زيدوا القدام السلام عليكم تهلاو لي فريوسكم نتلاقاو في اقرب وقت ما بقيتش نغبر عليكم السلام عليكم